السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراهق الذي أتمنى أن يكون مساحة الاهتمام به على المستوى الأسري وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى المجتمعي ذو شأن وذو قيمة. أحد سمات المراهقين هو أنه تتملكه أحلام اليقظة والخيال. عارفين يعني إيه أحلام يقظة وخيال؟ في علم النفس الحديث عن الدماغ ووظائف الدماغ، الخيال يوجد في الشق الأيمن من الدماغ، وبالتالي يتهم تعليمنا في عالمنا العربي بأنه لا يهتم بتفعيل هذا الشق الأيمن من الدماغ، بمعنى أنه يتجاهل الخيال ويتجاهل أحلام اليقظة، رغم أن الخيال وأحلام اليقظة هي التي تنمي الإبداع وآلياته. نتشدق كثيرا في وسائل الإعلام أننا نريد أن ننمي الفكر الإبداعي ونريد أن ننمي مساحة الفكر ومهارات التفكير العليا، والواقع أننا نحجم تلك المساحة داخل البيت ثم داخل المدرسة. ما السبيل لحتى نفعل أحلام اليقظة لدى المراهق والتخيل؟ نضع في مواقف وفي أنشطة تسمح له بذلك. عارفين أن الرحلات العلمية والرحلات الترفيهية والخروج إلى الأماكن المفتوحة والسماح للمراهقين بالمعسكرات الكشفية وانخراطهم في ممارسة أمور حياتية اجتماعية كأنشطة، كل هذا يسمح بمساحة أوسع للإبداع. عارف أنك ما تجيب مراهق في هذه المرحلة وتقعده في الغيط في هذه المساحة وتديله ورقة وقلم وتديله ورق يرسم فيه، لو عنده المهارات في الرسم هيبقى مبدع جدا، ولو عنده المهارة التعبيرية والطلاقة اللفظية هيبقى مشروع شاعر كبير وأديب كبير جدا. عارف معنى أن تعطي مساحة للتخيل ولي ما نسميه بأحلام اليقظة في تلك المرحلة؟ أي أنك أن توسع دائرة الإبداع ودائرة التفكير. إذا كان وهو طفل منغلق على مساحة حفظ المعلومة، فالآن وهو مراهق ينتقل من حالة الحفظ النصي، وده مهم جدا، إلى حالة الفهم والوعي. يبدأ يستنتج، يبدأ ينقد، يبدأ يعبر عن آراء. أما يلاقي في البيت أما تخلت أو أبا مشغولة، لا يمكن أنك تنتظر في هذه المساحة أي وعي ولا أي فكر. أما يلاقي في البيت أب مهتم، تحول إلى صديق، تحول إلى حبيب، طبطب عليه، بيسأله، بيكلمه، بيحاوره، هيتحول هذا المراهق إلى كائن أو إلى إنسان أكثر اجتماعية، أكثر قدرة على التفكير، أكثر قدرة على احترام فكر الآخرين، لأنه في هذه المرحلة كما سنرى في المداخلة التالية لديه القدرة على نقد من حوله. اعطوا مساحة للمراهق في تلك المرحلة حتى يعبر عن خياله وحتى يعبر عن فكره. إذا أردنا أن نؤسس لبيئة تحترم المراهق حتى يكون مساهما وليس هداما. نلتقي على خير في أمان الله.